عرفات من مصر. عرفات برأيك يعني ايه السبب اللي يخليهم يركبوا كاميرا مراقبة داخل الزنازين اللي بينام فيها السجينات؟ والله يا استاذ احمد انا كنت هقول لك بس الاول حته الايداع الفلوس في البنوك عند حضرتك يا في بريطانيا او تركيا أستاذ ازاي؟ استاذ عرفات حد بيسالك تعرف تجاوب على السؤال ولا عندك مشكله مع السؤال؟ اجاوب حاضر. اتفضل. يعني انا مش هتكلم في صدق الرساله او كذبها اللي هي بتاعت الكاميرا في السجون، بس عندنا مثل بنتعلمه في الارياف يقول لك اذا كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيسمع عاقل. يعني لما في كاميرا حضرتك في الزنزانه او في الغرفه او في الحمام، ما هماش عارفين يجيبوا شرموطه يا استاذ احمد ويقفلوها على الكاميرا، مش عارفين يجيبوا شويه طبيخ ويرموه على الكاميرا يا استاذ احمد يزودوه ايه، مش عارفين يجيبوا فرده شبشب ويحطوها على الكاميرا يا استاذ احمد. يا استاذ احمد اي عقل يا استاذ احمد؟ خليني يعني افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. طيب. يا اخي وكان القران ينزل لهذه الايات. ماذا الكاميرا بتراقب الست؟ هيراقبها على ايه؟ وماذا يعني ست جات ودخلت السجن واتحبست ونامت على الفراش؟ ماذا لماذا اراقبها وعن اي شيء اراقبها؟ ما تسال اللي بيعملوا كده يا استاذ عرفات. السجن وبين يدي يا استاذ عرفات تسال اللي بيعملوا كده. انت بتسالنا احنا طب تقصد ما لماذا يعملها يا استاذ احمد؟ ولكن انها الوسوسه وانها الهلوسه وانها هذه الرساله طول اليوم على القنوات عند حضرتك من الصبح وانا شايفها على الشرق ومكملين وعلى الشيخ سلامه وعلى مش عارف ايه والكلام ده كله. يا رجل يا رجل قليل من العقل. طيب شكرا يا عرفات. انا بس اللي عايز اقول لحضرتك قليل من من الحشمه، قليل من النخوه والعقل، قليل من النخوه سليم، قليل من الكرامه. صدقني ده اللي محتاجينه يا استاذ عرفات، قليل من النخوه ومن الرجوله والكرامه قبل ما قليل من الدين. طب ما تقول قليل من الصدق يا محتاجين استاذ احمد. محتاجين الناس يبقى عندها كرامه ونخوه وهي بتتكلم. ها انت ترضى لبنتك يا استاذ عرفات؟ ربنا يسلمها وما يحصلهاش كده ابدا. طيب. ترضى لها طيب. انها تبقى في طيب. سجن وواحد يحط كاميرا عشان يراقبها طيب. وهي طيب. نايمه ترضى لها؟ استحلفك انا بقى ما تستحلفنيش، بس رد عليا. انت مش هنا عشان تستحلفني، انت هنا عشان ترد عليا لو سمحت بعد اذنك. ينفع حضرتك ينفع حضرتك حد يراقب بنتك وهي نايمه حتى لو كانت مسجونه، حتى لو كانت مجرمه وربنا يعافيها وما يكتب عليها ابدا؟ اتفضل يا استاذ عرفات. يستفيد من مراقبتها؟ ما هيستفيد. جاوب على سؤالي، ما تودينيش في حته تانية. ما هقول له ينفع تجاوب على سؤالي؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينفع تجاوب على سؤالي يا استاذ عرفات بعد اذنك؟ ما انا بجاوب اهو والله. ما ينفعش. شكرا ليك. يبقى ما ينفعش بس خلاص. مش هاخد كلمتك واعمل بيها شو ولا حاجه، انا عارفك بتخاف. لا مفيش شو. ما ينفعش عشان ما ينفعش. ما ينفعش علشان ما ينفعش برضه حاجه تدخل تبرر وتقولي يحطوا حته قماشه ولا والله في السجن، في السجن اللي منزوعه حريتهم هيقدروا يداروا يقفلوا الكاميرا بتاعت الباشا؟ ما هتخش السجانه تشغلها تاني عادي، ويمكن اللي تبدا تتحط في الانفرادي وتتعذب وتتبهدل وتتمنع من التريض وتتمنع من الزياره. انت مش في حته بتحترم الناس يا حاج عرفات. وقبل ما تديني يا اخي يعني تتعلمني وتخش تقول لي قليل من، احنا محتاجين قليل من الحياء والمروءه والنخوه. يعني صدقني هيبقى الموضوع فارق كتير لو في قليل من المروءه دي.